السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده قرص بالعجوه بتاعت الفران. اهي شايفين شكلها ومنظرها، قرص طريه بالعجوه، مش قرص ناشفه او ناعمه، لا قرص طريه هشه بالعجوه. اهي زي ما انتم شايفين شكلها طريه خالص ومليانه عجوه، وشكلها جميل وطعمها احلى من شكلها زي ما بنقول. ان شاء الله تجربوها هتعجبكم، وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عنده نص كيلو دقيق وعندي ربع كيلو مية أو لبن، عندي 15 جرام خميرة، عندي 70 سكر وسبعين سمنة وذرة الملح، 70 جرام سمنة وسبعين جرام سكر. هنبتدي على طول نحط السكر على اللبن أو المية، ده أو ده مش فارقة كتير. حطينا السكر وعليهم الخميرة، 15 جرام على اللبن، وقلبناهم كويس عشان ندوبهم في بعض. القرص دي اللي انتوا بتشتروها من الفران اللي هي الطريه اللي بالعجوه، عملنا قبل كده احنا القرص الناعمه اللي بالعجوه. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو لو حبيتوا تشوفوها يعني. وحطينا بقيه الخامات على بعضها، وفرغنا الميه اللي كنا بنقلب فيها بالسكر بالخميره، وهنقلب عجن عادي خالص ما فيش فيها اي خامات كلها على بعضها، بس هندوب الخميرة والسكر في المية او اللبن. اهوت بنلم العجينة بطراطيف صابع كده، بتلم العجينة اهو، لمت العجينة في ايدي اهيت خلاص. هطلع بيها بره وهبدأ ان انا اخدمها على الرخامة بتاعتي. مدعك العجينة كويس بحيث ان هي تبقى ناعمة وملسة، اهي زي ما انتم شايفين بتنعم معايا وبتطرى وشكلها بيتغير وملمسها بيتغير على كده. وهسيبها ايه، حطها في بولة وهسيبها تخمر، وسيبيها تاخد وقتها في الخميرة. أول خمير ده لأي عجين لما بياخد وقته كويس ويخمر كويس بيخمر بعد كده بسرعة، خدوا بالك من الموضوع ده. الخمر ده هيت، وعشان خمرتها كويس هتخمر معايا بعد كده على طول سريع سريع، مش هتأخرني في التخمير. هنشيل العجينة بس من البولة بتاعتنا ونبدأ إن احنا نشكلها علشان نشتغل بيها. لا هعجن فيها ولا اطر فيها ولا اجي جنبها خالص، هقطع على طول منها عشان ايه نقسمها القطع بتاعتنا. الحجم ده مناسب خالص، عايزه تكبري كبري، عايزه تصغري تصغري، الحجم ده بتاعك انتي، بس ده الحجم اللي انتوا شفتوه او المعتدل اهوت. وهكمل بقية التقطيع، ودي اخر حتة هي بنقطعها اهيت. وهبدأ الف العجين ده كور كده واحطه جنبي ان هو يخمر شوية ويستريح. هو خمران اول مرة كويس، فمجرد ان انا هلفه اللفة ديت واحطه جنبي 10 دقايق بالظبط تلاقيه بيض ونفش تاني وخمر تاني، لانه خمران كويس، الخميرة اشتغلت كويس اول مرة اهو. خدي بالك دايما في العجين في الحاجات دي، خمري اول مره كويس تستريحي بعد كده في الخمير اهوت. خلصنا العجين بتاعنا وهنسيبه جنبنا شويه. عند العجوه زي ما قلت قبل كده في فيديوهين بتوع قرص، العجوه دي انا بطريها بزيت، لا بسمنه ولا بزبده ولا باي حاجه، زيت. الزيت الحاجه الوحيده اللي بتخلي العجوه طريه في القرصه ما تنشفش. طريتها بزيت ولفتها كده في على ايدي زي الرول، وبقطع منها على قد القرص اللي عندي. لفتها على ايدي وعملتها كده زي القرصة الصغيرة، وهجهزها للقرص. النص كيلو طلع 18 قرصة، حطيتهم جنبي اهوت وغطيتهم بكيس اهو. شوفوا بيضت وعملت ازاي، موضوع 10 دقايق بالظبط لمسة بس من ايدك كده عليها. وهجيب حتة العجوة اللي انا حطيتها اهيت، هلمها من تحت
هقفلها بس، لا هعجن ولا هبطط ولا اي حاجه، اهو بترتيب صوابعك متشكرين على كده، خلاص القصه كده تمام. موضوع بسيط خالص وسهل خالص، تاخديه يعني بمنتهى السهوله كده وانت شغال. فردت العجينه وحطيت فيها حته العجوه، ومقدار العجوه حطي زي ما انت عايزه، تكبري تصغري مقدار العجوه ده بتاعك انت اهو، واركنها جنبي واحده كمان اهو، لمسه بس العجينه اصلا زي الملبن في ايدك، حطيت فيها حته العجوه وقفلت عليها العجوه المطريه بالزيت، بالزيت وبكرر بالزيت اهوت، متشكرين خلاص خلصت القرصه. خلصنا القرص كلها، عندي صفار بيضه هدهن بها الوش مع معلقه ميه او معلقه لبن، هدهن بقى الوش. انت بقى البياض بتاع البيضه ديت ممكن تحطيه يعني تفصيل البيضه الاول وتحط البياض في العجينه، لانك هتسيبيه ملوش شغل معاكي خساره، فحطيه في العجينه احسن. انا نسيته ومحطتوش، فبفكرك انت وانت بتعملي بحط البياض بتاع البيضه ده في العجينه، مش هيخسر ولا هيبوظ ولا هيعمل حاجه. بدهن القرصه كويس، عندي شويه سمسم ابيض مش متحمص هرشه على وشها، بتحب السمسم ماشي، ما بتحبش السمسم ملوش لازمه، خلاص موضوع بسيط اهوت. شويه سمسم على القرص. عندي بقى ايه سكينه، او عندك قطاعه، او عندك عجله زي اللي عندي ديت، بعمل 3 قطعات كده في القرصه فوق حته العجوه، شكل جمالي مش اكتر، هي مش مؤثره في الموضوع يعني، هي شكل جمالي مش اكتر. 3 خطوط بس كده، 3 نغزات جامدين، نغزه جامده مش بتوصل للارضيه في القرصه، مش نغزات على الوش لا، واصله الارضيه اهو كده تمام، وهسيبها تخمر وبعد كده اوريها لكم. اهي خميره الحياه ما شاء الله بقت زي الفل، خش النار على اعلى درجه حراره عندك بالظبط، مش هتاخد حاجه معاك 10 دقائق 12 دقيقه وهتلاقيها لونت وبقت زي الفل. اي شكلها هي. والله ما محتاجه كلام، شكلها زي الفل وطعمها جميل جدا على فكره، هي طريه خالص اهي، تبرد بس ونشوف. برد طور الصناعه في السبت بتاع المخبوزات. شوفوا القرصه عامله ازاي، اقرب لكم واوريها لكم شكلها بالظبط، طريه خالص وهشه. تقطعي اللون شوفي عامله ازاي، اهي ما شاء الله زي الفل زي الفل اهي، الحته اللي فيها العجوه اهي، العجوه اهي عجوه طريه خالص، بتقطع معايا مش ناشفه وما بتنشفش، لان الزيت الحاجه الوحيده اللي بتحافظ على العجوه. شوفوا الطراوه بتاعتها، قرصه جميله جميله جميله، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. زي ما قلت لك ده نص كيلو، نص كيلو دقيق، شويه ميه، 70 سكر و70 سمنه، ومعلقتين خميره، خلصت الليله على كده. موضوع بسيط خالص مش محتاج اي حاجه اهو، شايفين شكلها جميل جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. الحاجات دي بتبقى كويسه في البيت زي ما قلنا قبل كده اهيت، زي ما قلت كنا عاملين القرص الناعمه، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو لو حبيتوا تشوفوه، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.